اهم درايف مستعمل اليوم بشكل يعني بلا منازع في الاندستري هو الفاريبل فريكونسي درايف. زمان كانوا يسموه فاريبل فولتج فاريبل فريكونسي، بس هلا مفهوم انه هو فاريبل فريكونسي درايف. وفكره الفاريبل فريكونسي درايف انه انا عندي باور سبلاي بيجيني، خليني افترض انه 3 فيز باور سبلاي، فجايني عندي هون، خلينا نفترض انه هذا هون ار واس وتي على فريكونسي معينه. هلا هدول بدي ادخلهم على في اف درايف، بده يطلع لي 3 وايرز كمان بنفس الطريقه، وال 3 وايرز هدول راح اشبكهم على اي سي سكويرل كيج اي سي اندكشن موتور. هلا ممكن واوند روتر اذا بدك، بس الواوند روتر قل كثير استعماله، فلذلك انا لما بحكي عن اندكشن موتور انفيربل عمالي بحكي عن سكويرل كيج اندكشن موتور. اللي راح يصير بهذا الجهاز راح اعطيه انا سبيد معينه او فريكونسي معينه، راح اطلب منه فريكونسي معينه. هلا لاحظوا اذا بتطلعوا هون هذا السبلاي اللي هون موجود فيه له اف نومينال او اف سبلاي، مثلا خلينا نقول بتساوي 50 هرتز او 60 هرتز. هلا انا هذا المحرك راح يشوف الان لما يتطلع من هون ما راح يشوف ال 50 هرتز، راح يشوف كانه السبلاي نفسه تغيرت الفريكونسي تبعته. شو صارت؟ ممكن تصير 35 هرتز، ممكن تصير حتى 5 هرتز، ممكن تصير 10 هرتز، ممكن تصير 17 هرتز، ممكن تصير 49 هرتز، وممكن تصير 65 هرتز، وممكن في حالات معينه نرفع ل 400 هرتز حتى في بعض حالات، في حالات خاصه. يعني انا هون غيرت كل سبيد تورك كيرف بسبب اني غيرت السينكرونس سبيد، فالسينكرونس سبيد راح تتغير. يعني لو جينا طلعنا الان على سبيد تورك كيرف تبع سكورل كيج موتور الاصلي، هي عندي هون سبيد، خلينا نقول ار بي ام، ونعتبر هون عندي تورك نيوتن متر. لو اطلعت على هذا المحرك الان لما كان هو شغال، لو اني شبكته مباشر مع 3 فيز سورس، راح يكون له مثلا سبيد تورك كيرف شكله زي هيك فرضا. هاي النقطة مهمة، هاي بتعتمد على 50 هرتز مزبوط؟ هي طبعا ما بنسميها احنا فريكونسي، هي على 50 هرتز. راح يكون عندي مثلا هذا، نفترض انه عندي كم بول، خلينا افترض انه عندي 2 pairs of poles او 4 poles. 120 poles بتساوي 4 poles، يعني pairs of poles بتساوي 2 poles، فبصير عندي n synchronous speed. مش هاي النقطة هي synchronous speed بالنسبة لل هذه السينكرونس سبيد، راح تساوي يا اما 60 في اف على بي بي او 120 في اف على بي بي، نفسها. فبصير عندي 60، نفترض انه هذا 50 هرتز من هون، راح يصير عندي 120 في 50 على 4، اللي المفروض تعطيني قديش؟ 1500 مش هيك؟ 120 على 4 بصير 30، 30 في 50 1500. هلا هو ما راح يمشي على 1500 ار بي ام، ليش؟ ليش هذا المحرك ما راح يمشي على 1500؟ لانه على 1500 ار بي ام شو التورك اللي راح يعطيني اياه؟ زيرو. اذا هو راح يمشي على ريتد، في له ريتنج معينه حسب ما هو الريتنج تبعته. ايش بتلاحظوا هون كمان؟ ايش هذا اللي هون؟ هذا ستارتنج تورك، هذا التورك اللي اول ما بشغله لو حطيت عليه 3 فيز مباشره دايركت اون لاين، هذا هو ستارتنج تورك اللي راح يعطيني اياه. الريتد تورك عادة بكون أقل من الستارتنج تورك، ولاحظوا هون في عندي تورك عالي جدا، شو بنسمي هذا؟ بول أوت، بول أوت تورك، هذا أعلى تورك ممكن يعطيني إياه، ما بصير أشغله هون. طبعا. بس هو ممكن لو ضليت، لو كان بيشتغل النقطة هي، ضليت أزيد التورك عليه، شو راح يصير بسرعته؟ تنزل سرعته بيرتفع التورك، بنزل سرعته بترتفع التورك، لما بوصل عندها شو راح يصير فيه؟ إت ويل ستول، ستول يعني راح يوقف المحرك، ما راح يقدر يكمل أكثر من نقطة. هلا بلون ثاني، خلينا نحط بلون ثاني، شو بصير لما بشبكه على هذا الفيربل فريكونسي درايف؟ فانا هون هلا لما بي هون انا عمالي بدخل، يعني هاي اذا بدك سميها الديماند فريكونسي او الريكوستد فريكونسي، هاي هي الفريكونسي اللي انا بدي اياها. لاحظوا التعبير، بنضلنا نستعمل فريكونسي ما بستعمل بولز عشان اتخلص من فكره البولز. ولذلك التيرمينولوجي اذا بتفتح انت ماني ولا فيربل فريكونسي درايف ما بحكي هو عن سبيد، بقول لك شغله على 35 هرتز بالنسبه لمين؟ بالنسبه ل 50 هرتز. فبقول انا هلا مشغله مثلا على 10 هرتز، مشغله على 15 هرتز، رح تلاحظوا التيرمينولوجي بتختلف، بنصير نحكي عن فريكونسي. فبنصير حتى هذا الكيرف كله احيانا بيعملوا له بلوتنج بالفريكونسي، فبصير يحط هون 50 هرتز وبحط هون مثلا 10 هرتز مثلا وهكذا. هلا اذا انا عملت هيك وحطيت طلبت منه ديماند لفريكونسي جديده، طبعا رح اعمل شيء بالفولتج هلا بتشوفه، بس رح نحكي عن الفولتج بعدين لانه ما بصير اخلي الفولتج زي ما هو، بدي اغير الفولتج وانا بغير الفريكونسي.
لما باجي بغير الان الفريكوانسي، هلا نفترض الفريكوانسي صارت 25 هرتز، اذا صارت 25 هرتز هاي النقطه لوين راح تنتقل؟ راح تنتقل ل 25 هرتز من هون، فراح يصير عندي كثير نفس السكيل، وهذا تقريبا راح يضل نفسه. فكاني ايش بعمل له؟ سكوشينج. كاني عارفين شو يعني كلمه سكوشينج؟ في ستريتشينج وفي سكوشينج، فكاني مسكت هاي وشديتها، فراح يصير عندي هذا بيشبه الى حد كبير من هون. هلا هذه هون حسب وين بتصير طبعا بتعتمد، بس هاي النقطه المهمه من هون وهاي النقطه المهمه من هون. هاي شو صارت الان؟ فكاني انا نقلت السبلاي، يعني عارفين زي ايش؟ كانك انت جبت محطه توليد خاصه فيك. وشو قررت تعمل بمحطه التوليد؟ قلت له ما تولد لا 50 ولا لا 25 او ولا لا 35، هاي عظمه الفيربل فريكونسي ترافل. ولذلك انا هون عندي ضل نفس، لاحظوا هاي التورك ها. هلا نفترض عندي سبيد، عندي لود، خلينا نرسم اللود بالاخضر، متذكرين اللودز اللي حكينا عنهم؟ شو كانت نوع اللود؟ في نوعين رئيسيين ركزنا عليهم، كونستنت تورك وفيربل تورك. لو هذا عندي هون كونستنت تورك لود، نفترض مثلا هذا اللود هيك مثلا، هي غيرت السرعه، مش غيرت له السرعه، غيرتها من النقطه هاي للنقطه هاي. هل النقطه الاصليه ستيبل؟ متذكرين تعريف الستابيليتي؟ اه احد الاشياء لازم نضيفها بالامتحان الستابيليتي كمان، والسبيد تورك. هل النقطه هاي ستيبل؟ لاحظوا عندي لازم يكون السلوب تبع اللود مور بوزيتيف ذان ذا سلوب اوف ذا درايف ات ذا بوينت اوف انترسكشن. هل هذا صحيح؟ صحيح، لانه هاي بوزيتيف وهي حتى صارت نيجاتيف كفاليو مور بوزيتيف اكبر، وهون نفس الشيء. فهذول كلهم ستيبل بوينتس. انا ان فاكت بقدر اجيب السرعه اللي بدي اياها، بضل اغير هذا الدرايف واغير للفريكونسي الموجوده هون، بدي مثلا 37 ونص بعمل نفس الشيء من هون، بدي 12. هلا الليميتيشن بتصير عندي بهذا الكنترول ميثود لما بنزل عندي فريكونسيز اقل من حوالي 12، ببدا بخسر تورك، في عندي مشكله، رح نحكي شو هي المشكله الموجوده هون. بس هذا الكنترول هلا انا اف، لما بدخل اف من هون اللي بيطلع عندي من هون بيطلع ساينسويدل او بمر ساينسويدل كرنت. هاي كمان ميزه الموديل فيربل فريكونسي درايفز، هاي لما بتطلع من هون ما بتطلع سكوير ويف، بتطلع هون بعملها بلس ويث موديليشن. فعندي في داخل هذا الدرايف بلس ويث موديليشن، وراح احافظ على في على اف كونستانت. والسبب ليش بحافظ على في على اف كونستانت؟ حتى الدرايف ما يصير له ساتشوريشن واضل محافظ على نفس التورك، فنضل محافظين. فاحنا هلا بتغييرنا احنا بنطلب شيء وحيد منه، بطلب منه الفريكونسي. هلا هو اوتوماتيكيا في داخل السيستم راح يعمل لي بلس ويث موديليشن، راح نشوف شو البلس ويث موديليشن راح يعملها، كيف راح يعمل بلس ويث موديليشن لهذا لهاي ويف فورم اللي بتطلع عندي من هون. طبعا لاحظوا هذا اي سي لا اي سي، بس ايش المرحله الانتقاليه ان بتوين؟ دي سي تو دي سي. فعندي اي سي تو دي سي اللي هو ايش؟ عباره عن ايش؟ ركتيفاير. ودي سي تو اي سي اللي هو انفرتر. فهذا الناس بسموه انفرتر، بس هو فعليا هو مرحلتين، هو اي سي تو دي سي ودي سي تو اي سي. وانا عمالي برجع لدي سي، طب ليش رحت لدي سي وبعدين رجعت لاي سي؟ لاني بدي اغير الفريكونسي. فاحسن طريقه وجدتها، هلا في بعض درايفز بحول مباشره من اي سي لاي سي وذ ديفرنت فريكونسي، اسمها السايكلو كونفرتر او الماتريكس كونفرتر، بس لسه هذول هذا مختلف. اذا في بعض درايفز بتكون اي سي تو اي سي دايركتلي، مثال عليها شيء اسمه السايكلو كونفرتر واللي لسه مستعمل. انا كنت افكر انه السايكلو كونفرتر انتهى، بس السايكلو كونفرتر لسه بعض الشركات تستعمله. وفي كمان شيء اسمه ماتريكس، هذا فيري مودرن الماتريكس كونفرتر، جهاز جديد. بس احنا هون عم نعمل اي سي تو دي سي تو اي سي، عمالنا بنحول. واذا هون بالطريقه هاي استطعنا نغير وهذا الدرايف، ولذلك هذا الدرايف بنسميه سكيلر درايف، لانه في درايف ثاني فيربل فريكونسي درايف بنسميه فيكتور درايف، بس هذا الدرايف اسمه سكيلر. كل المبدا تبعه اني اغير احافظ على في على اف كونستنت، وراح نشوف كيف بطلع هون فيربل فريكونسي وفيربل فولتج. فانا عم بغير الفولتج وبغير الفريكونسي، مزبوط؟ كل ما غيرت الفريكونسي اللي طالع من هون بدي اغير معها كمان الفولتج من الريتد فولتج اللي نازله من هون. عم بنزل الفريكونسي، اذا ايش راح اعمل بالفولتج كمان؟ راح انزله. فالافكتيف فولتج اللي بيطلع عندي هون والافكتيف فريكونسي بتختلف. فاذا نزلت الفريكونسي ل 25 على 50، شو بدي اعمل بالفولتج؟ بالار ام اس فولتج بده ينزل لنص القيمه كمان، لحد ما بوصل اللو فريكونسي. هون في عندي مشكله بدي اعالجها، ببدا اخسر تورك. فالسكيلر سكيلر فيربل فريكونسي درايف هذا بقدرش انزل فيه لفريكونسيز منخفضه جدا. اذا صار عندي هذا المبدا هو في على اف، بغير في على اف وبستعمل البلس ويد موديليشن عشان استطيع اني امشي كرنت، الكرنت يكون ساينوسويدال اللي بيمشي فيه هذا الدرايف.